يعني رح نبلش بعالم الجمال، وأولى فقراتنا لليوم سلمى، يعني باتت في الآونة الأخيرة عمليات التجميل مثل موضة أو صيحات يمكن بين الصبايا حصرا، خلينا يعني نقول، وأيضا للرجال حصة بعمليات التجميل. أصبحت ضرورة عند البعض، وتأخذ أحيانا منحى الهوس عند بعض الفئات من كلا الجنسين، وبالأخص هلأ عم نشوفها عند المراهقات. رغم كلفتها الباهظة، ما يجعلنا أمام تساؤل حول المحرك الأساسي لإجراء عمليات التجميل، دوافع النفسية، هوس الجمال في عقول بعض الفتيات، يعني الصغيرات سلمى تحديداً. أكيد سالي، ويمكن أيضا تساؤل يضاف على تساؤلات اللي قلتيها، أنه في كتير من هاي العمليات عم بيجي نتيجتها سلبية للأسف وليس إيجابية، وممكن هاي النتائج السلبية تأثر بقية الحياة على اللي قام بهي العملية. فخلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا لليوم الدكتور ضياء بلقيس، اختصاصي الجراحة التجميلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، هلا بحضرتك. كيفك دكتور؟ يسعد صباحك. الحمد لله. يعني عالم الجمال هو عالم خلينا نقول واسع وبيحمل كتير شغلات، ولكن بالفترة الأخيرة يعني شفنا أنه لو الامرأة جميلة فهي عم تحاول تزيد على هذا الموضوع فبيقلب. فخبرنا هيك بشكل عام عمليات التجميل لوين وصلنا فيها؟ هلا هي الرغبة بالجمال رغبة مبررة منطقية، بس واجب الطبيب هو الفرز بين الشيء المفيد، الشيء اللي رح يعطيه نتيجة المطلوبة أو لا. واجب الصبية أو الشاب أو المريض هو يعرف لأي درجة هو بحاجة هالشيء. صحيح. هي ما تكون رغبة جديدة، فكرة طارئة على باله، فورا يتجه على طبيب التجميل. يعني لما بيجينا واحدة أو شخص، خلينا نقول ما بنسميها مريضة، دائما ما حلو اسم مريضة، بس يعني كونه قطاع مصطلح طبي. مصطلح طبي. رغبة بأي عملية تجميلية، بيكون في سؤال أحيانا بنفاجئهم بهالسؤال، إنه ليش بدك تعملي تجميل؟ بتلاقيها تفاجأت. إذا كان الجواب إنه أنا رفيقتي عملت أو أنا حابة أغير شيء، هذا سبب غير كافي للتجميل. فبنحاول نوصل مع المرضى لوجود سبب حقيقي كدافع، وهذا واجب الطبيب، هو الفرز بين الرغبة الجديدة النزوة وبين الحاجة الحقيقية. غالباً الحاجة الحقيقية بتكون هي صار لها فترة رغبانة بهالشيء. نحن مع أي رغبة يعني نحاول نساعد بأي شيء حابة تحقق لها، بس تكون فعلاً متأكدة من هالشيء. بس هذا الفرق. نعم. طيب دكتور، بما انك حكيت عن هذا السؤال، نحن كنا بدنا نسالك كمان بدورنا اليوم، قد ايه في حالات عم تيجي هي ليست بحاجه تجميل؟ نحن بنعرف انه التجميل هو تطور طبيعي للعلم، استطاع من خلاله الاطباء تحسين بعض المشاكل الخلقيه واحيانا الوظائف. يعني في ناس كثير بنسمع انه بيكون عندهم مشكله انحراف بالانف، فبيضطروا يعملوا الانحراف مع العظمة اللي ممكن يكون شكلها شوي مغير من شكل الوجه. ولكن في كتير ناس حاليا عم تقوم بعمليات التجميل وهي ليست بحاجة لهذا التجميل، قد هذا الشيء بيكون سلبي؟ وهل بتحذروا الناس من هذا الشيء؟ أكيد هاي الهدف، الاستشارة قبل العملية، وكتير مرضى عم يحرموا حالهم من هالاستشارة، بيتوجهوا فورا على العملية. يكون اول سؤال انه دكتور حدد لي مواعيد عمليه، حاب اعمل كذا. استشاره لازم تستغرق حوالي نص ساعه احيانا ساعه، لازم تعرف ايجابيات السلبيات قبل الايجابيات، لازم تعرف عن مراحل الشفاء بعد العمليه. هي ما فاتت على صالون رح تطلع فورا اخذ النتيجه، رح تمر احيانا باشهر، في عمليات تستغرق عده اشهر احيانا، مثل النحت يعني. تماما، في حالات تستغرق سنه كامله لتوصل للشفاء. فهل هي متاكده انه مستعده لهالخطوه هي؟ فبس موضوع هي اخذ المعلومات الكافيه عن العمليه، بظن هذا الشيء بيخفف كثير من السلبيات، بيفرز الصبايا الشباب اللي فعلا متاكدين ولا لا. نعم، يعني هون على عاتقهم كاطباء في مسؤوليه كثير كبيره بانه نعطي المريض شو حيصير معه، يعني يمكن هن احيانا عن جد بيتصور البعض بفوتوا على عمليه بيطلعوا مثل الشكل اللي بدهم اياه، ممكن يمروا بمراحل انتفاخ، اندباج، الام، يمكن احيانا تحتاج لمسكنات عاليه
من الفعالية، ما أنا مسكنات عادية. فهدول المواضيع كلها يعني أكيد حيكون تكونوا أنتوا أمام كان توجيه. واجبنا نخبر. الكل بيقبل فيها ولا في منهم بخافوا من الوجع ولا لا؟ أمام التجميل معلش قال لي بده يتجمل بيتحمل. بس يكون في استعداد، بس يكون عرفانة هالوجع غالبا بيتحملوه، بس ما تتفاجأ فيه. الوجع محمول، يعني أغلب العمليات لما تكون ماشي بالسير الصحيح عملية ناجحة ألم بيكون محمول، من المستبعد يكون في ألم شديد جدا. نعم. بضعة مسكنات لا، أنت حضرتك قلتي أنه مسكنات شديدة. أنا شفت غالي. من عالم عمليات النحت عم ياخذوا كانوا كتير مسكنات، يعني بصراحة أنه نحن صادفنا عالم. بالضبط. بناء على هذا الحديث أنا توجهت بسؤالي لحضرتك. في عالم حكولي عن تجارب، يعني نعم. مراجعين عن عمليات قديمة انه كان فلان تألم كثير. هلا في صار تطور اول شيء بالاجهزه، مثلا اجهزه النحت تطورت، خففت الالام، خففت التورمات. فلما تكون عملية ناجحة لحد ما الآلام تكون مقبولة إن شاء الله. نعم. يعني بالرغم من أنه هي اسمها عمليات تجميل، لأنه هلأ حاليا عم نشوف الصبايا اللي بيكون أعمارهم صغيرة وبيخضعوا لهالعمليات عم يختلف شكلهم للأسوأ. يعني الصبية اللي هي معنا بحاجة تجميل بتروح تعمل تجميل من كان النفخ أو التغيير بشكل عظم الوش اللي هلأ صار كتير موضة، تغير بعظم وشها عم يعطيها سن أكبر، فبالتالي تماما هي النتائج السلبية. ما بيتم الحديث عنها من المفروض سابقا؟ ده مفروض أكيد، هذا واجب الطبيب. أول شيء بدنا نعرف أنه حتى يعني ما بدي أكثر الناس خبرة بأي مجال الطبي، في عندنا شيء اسمه اختلاطات. يعني بنت عمرها 25 بعد هالعمليات عم نشوفها عم نعطيها عمرها 50 سنة. أكيد عدة في أسباب عديدة، منها مثلا سابقا كانت تستعمل مواد سيئه، يعني صار في تطور هلا شوي، المواد الحاليه ما لها تاثيرها السلبي، ما بيعطي عمر اكبر. في عالم اي كانوا ضحايا سابقا لمواد سيئه. في يعني اسباب كثيره، منها احيانا بيكون اطباء مو اخصائيين، وصعب هي كل بلدان العالم، يعني مشان ما يكون في جلد للذات، كل بلدان العالم فيها اطباء نعم. غير اخصائيين، يمكن يتعدوا على اختصاص اخر. نعم. هي احد الاسباب. كمان من حق المريضة تعرف خبرة الطبيب، شهادته، مجال عمله، ويعني تحضير كافي، سؤال سابق بشكل كافي. نعم. يمكن يعني اللي توجهت فيه سلمى لحضرتك وعم نشوفه بالآونة الأخيرة هو يمكن حتى مو بس المواد السيئة، يمكن فينا هيك نرجع الموضوع للشيء اللي اسمه أوفر، مبالغ فيه. يعني حلو الرتوش، يعني ما حدا ضد الرتوشات، يعني إذا حابة واحدة تعطي هيك ثقة بحالة قدام زوجها قدام أصدقائها، فحلو أنه هي تعمل شغلات هيك ناعمة ولايت خفيفة، بدون مثلا بدل ما تحقن خلينا نقول سنتي أكيد تحقن نص سنتي، فقديش كمان هذا الموضوع مهم؟ أو يمكن بدل ما تحقن 3 سنتي تحقن سنتي، في عالم بيجوا مبالغين تماما. وفي هي عادة إنه والله إنه بس حقنوا أول مرة صار عندهم هوس إنه بس ينفس الموضوع بيرجعوا بيعيدوا، يعني إحنا عم نحكي بشفافية، فشو رأيك؟ أنا بفضل دائما نمشي خطوة خطوة، يعني الصبية اللي حابة تعمل تغيير تعمل خطوة خطوة، ما تفوت على إجراء في عدة خطوات، عملية الأنف مع الفيلر مع شد عدة مناطق، هيك رح تصير مثل ما تفضلتي في آلام، ورح تصير هي نفسها ما عرفت شو الاستفادة اللي حصلت عليها، اللي حواليها ما رح يتقبلوها. بخصوص حقن المواد خطوة خطوة، ممكن نعمل متفضلتي سانتي، إذا عجبها منيح نقول الحمد لله وفرت حالة وجع وكلفة. تمام. ما عجبها ما في مشكلة، بعد أسبوع بعد أسبوعين بتكمل. ليش العجلة؟ ليش الإلحاح؟ في طبعا في أسباب كما ما ذكرناها، موضوع الميديا والوسائل التواصل الاجتماعي عم تعمل ضغط نفسي، ما بيحسوا حساب إنه في شيء اسمه فلتر، مع انه كلياتنا بنعرف انه في فلاتر على الصور، بس لما بشوف الصوره ما بيخطر هالسؤال انه هي بلكي فلتر، فبيجيبوا لنا صوره انه فيني اطلع هيك، لا ما فينك تطلعي هيك، مو لهالدرجه، هي فلتر الصوره كثير الا تصوري بالفلتر. طيب دكتور خلينا نحكي ايضا بظل خليني اقول ما تحولت جراحه التجميل لموضه ولبعض الاحيان لخطوره على كثير من الاعمار، بس بظل هذا الوقت ايضا كان في لها بعض الايجابيات خصوصا بالحرب. يعني في كتير شفنا مساعدة من الجراحات التجميلية لآثار الحروق أو الندبات اللي خلفتها الحرب، إن كان على الجرحى أو إن كان حتى على بعض الناس اللي انصابت وتضررت من الإرهاب. خلينا نحكي أيضا عن هذا المجال. تمام. هو ترجمة جراح تجميل هي الترجمة لكلمة إنجليزية بلاستيك سيرجن.
ترجمتها الحقيقية جراح ترميم، هو مسؤول عن جميع العيوب من الطفولة للشيخوخة. هي مو بس عبارة عن جراح تجميل للوجه أو للنفخ أو الشد، في عنا حالات طبعا كتير، جزء كبير من عملنا هو للتشوهات الولادية، في التصاقات أصابع، في تشوهات الشفة. أكيد بالحروب جراح ترميم يعني هو الخط الأول في حل هالمشاكل. صحيح. عمليات ترميمية عمليات معقدة، عمليات مهمة تحتاج إلى متابعة طويلة. كتير كان في عنا شغل لحالات يعني ما هدينا، فالحمد لله تجاوزنا هذيك المرحلة ولحد هلا في تبعات لهالإصابات. نعم. عمليات نقل للجلد، نقل للعضلات، عمليات معقدة وطويلة، والحمد لله صار في خبرة عنا منيحة بالبلاد. نعم. يعني فينا نقول نحن ايضا كميه الجمال اللي موجوده خلينا نقول في الشرق كبيره، ما فينا ننكر انه الشرق يعني بيتميز بالعيون الجميله، بالانف، احيانا الفم. انا بشوف كل النساء جميلات، يعني انا ما في مراه ما بشوفها حلوه، ولكن تعرف تبرز معالم جمالها بدون يمكن ما تعمل تغيير تماما جذري. تماما تغيير جذري. هون نحن عم نشوف صار في صراع بيننا وبين الغرب بانه مين بيعمل تجميل. هنا على فكره بيعملوا، هنا اكثر حدا بيعمل تجميل واكثر حدا بحط ميك اب، ولكن مثل انه خفيف ناعم، مو مثل عنا الحاجه فقط. تماما. هي الثقافه لما ترتفع معدل الثقافه تماما. هون بدنا نعرف هون ليش عنا صاير عنا اكثر انه دكتور ايه كتر لي اعمل لي انه هي شغله مو بس ما عم تاكلي صحن انت يعني. هي موضوع ثقافه الجمال، الشغله مو بالزياده، شغله نسب طبيعيه، نسب متوازنه بين حجم العين وحجم الانف وحجم الخدود. هي الثقافه الجماليه، مو شغله حجم اكبر. في حتى عند الرجل الشرقي عنده مفهوم للجمال، احيانا بيضغط على المراه باتجاه الاوفرا، فهي يمكن تلبي هالالحاح. هذا في هيك شيء يعني، هيك يعني الخطا من الجنسين. اكيد بالختام بدنا نقول دائما نحب حالنا، لانه الجمال الداخلي هو الاساس اللي بينطلق على الجمال الخارجي. في كثير ناس يمكن معنا مثل ما بيقولوا كاملة مكملة من الشكل الخارجي، ولكن جمال روحها هو اللي بيخلي الكل يحبها. فبالنهاية بدنا نشكرك ونشكر وجودك معنا دكتور ضياء بلقيس، اختصاصي بجراحة التجميل. يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور ضياء، شكرا للمعلومات القيمة اللي فدتنا فيها اليوم، وأهم نقطة هي التوجه إلى أخصائيين وليس إلى صالونات تجميل مشان ما يصير عواقب وخيمة. يعطيكم العافية.